معانا السودان منذ استقلالها بكثير من المشاكل. إن كنا نرغب في حلا جذريا ونهايا لهذه المشاكل، فيجب علينا أن نكون صريحين وصادقين في أقوالنا. إخوتي والإخوات، قد حان الوقت لقول الحق. نحن ما نقوم على الوحدة قوية ما لا نقوم على نحن ما نقوم على الوحدة قوية ما لا نقوم على لابد أن نقول الحقيقة وحتى لو قام الحريقة لازم كل جد تكون بدقة وإما كل زول شوف طريقه لابد أن نقول الحقيقة وحتى لو قام الحريقة لازم كل جد تكون بدقة وإما كل زول شوف طريقه نحن ما نقوم الوحدة قوية ما لا نقوم على نحن ما نقوم الوحدة قوية نحن ما نقوم الوحدة لكن عاشين وضيعتنا من سنة 1956 ما شبنا حاجة وعطونا زمان في أدي سبابة وجيتوا حرقتوا بيوتنا وبغد لنا الهل الواحد باكره اللي شوف طريقنا باكره اللي شوف طريقنا نحن ما نقوم الوحدة قوية ما لا نقوم على نحن ما نقوم الوحدة قوية ما لا نقوم على نحن ما نقوم الوحدة لشتت أسرنا حول العالم مال زنبنا ايه وزنب الذنوبنا كفاية يا بني آدم خدوا أولادنا في العبودية والكل دنيا حازي يعلم يا كمان تقولوا عايزين وحدة ما بتخطش من أمامكم أحلى قومي ومن معكم نحن ما نقوم الوحدة قوية ما لا نقوم له نحن ما نقوم الوحدة قوية ما لا نقوم له نحن ما نقوم الوحدة قوية ما لا نقوم له نحن ما نقوم الوحدة قوية ما لا نقوم له كل حاجة الخسارة